Le modèle هذا بحال اللي كتشوفوا سي فيه لو ميم لا ميم كوب كو لي زوتر جلابه اللي شفنا من قبل اللون مغاير حتى هو كيجي زوين هاد لي كولور فلاشي تيجيو زوينين بور لا سيزون بور الصيف و بور الربيع دخلنا عليهم حجرات بور لا توش فانتيزي aussi ودخلنا عليهم اون اوت كولور مغايره كيفي كو جلابه كتجي ان بو دون ليسبري جون تقدر المراه تلبسها في لا جورني بور الي ترافايي ولا الا كانت معروضه ولا حتى بالليل تجي الجلابه زعما تقدر تلبس في كاع لي زوكازيون القصه بحال قلت لكم الي لا ميم كو لي زوتر فيها لي مانش اوسي سين هي جلابه جايه دروات الي امبل اوسي افيك دي فونت من القنات داكوغ فيها اون توش زدنا فيها حجرات بور لا توش فانتيزي بور لا توش مودرن اوسي دونك ال في كو جلابه الى ليسبري ان بو جون تقدر المراه تلبسها في جميع المناسبات الا كانت تقدر تمشي للخدمه ديالها بجلابه بوندون لي جورني دو رمضان ولا اون سواري اوسي ال بو سو ميتر هي القصه ديالها بحال لي زوتر اللي شفنا الي اوفر سايز فيها الكميمات كومون دي كيمونو وفيها القصه بحال القندوره اوسي كام لي زوتر رمضان اعتمدت على اثواب شويه طايحه بحال الكريب لا كوليكسيون تقريبا كامله خدمتها بالكريب حيت الثوب هو اللي كيجي مزيان اونيم تيجي بور تيجي فيه كاع القصات ديال الجلابات اللي يناسبو هاد لا كوب هادي بحال قلت لكم الي دروات سي اون كوب كلاسيك مخدومه بالرنده رقيقه بالدريس فيها الملاقيه وزدنا عليها اون توش دو فانتيزي اوسي بحال الاخرين فيها حجرات بالالوان دي كولور باستيل بور ايغيي شويه لو موديل بالنسبه للثوب كنرجعوا ليه قلت لكم الثوب تيبقى هو اللي تيصلح مزيان للجلابات دونك النساء في كاع لي مورفولوجي تيجي معاهم هذا الثوب هذا